السلام عليكم. اليوم نعود إلى ملعب براقي، حيث لاحظنا أن فيه تحسن كبير على العشب الطبيعي، ويعني بعد 3 أيام من معالجة ضوئية يعني نلاحظ أنه فيه نتائج ملحوظة، يعني ماشي ملموس. لاحظنا أن يعني النوعية نتاع العشب تطورت كثير، ولاحظ هنا في الصور هذه، ونخليكم يعني تكملوا الفيديو هذا. والسلام عليكم.